ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور إبراهيم مطر، الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإفريقية. مرحبا بك معنا دكتور إبراهيم. عندما نتحدث عن 21 مليار دولار خسائر سوء استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها سنويا، ما الذي يؤدي إلى هذا الهدر أو سوء الاستخدام برأيك؟ أولا أرحب بك أستاذي العزيز. أهلا بك. الأمر الثاني، هدر الموارد المائية أصبح لغة عصر نعيشها في الوقت الحالي، وهذا ناتج عن أشياء كثيرة جدا. أولا أهمها أولا عدم معرفة أهمية المياه بالنسبة للمواطن، خصوصا أن هناك مرحلة نعيشها وهي الجفاف الموارد المائية من مياه جوفية ومن فيضانات وإلى ما غير ذلك. الأمر الثاني الذي نتطرق إليه هو قلة التعريفة المفروضة على المياه سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أفريقيا. وفي أفريقيا تعريفة المياه هي الأدنى على مستوى العالم، وبالتالي لا تحصل ولا يوجد تجديد في الإمكانيات التي من خلالها يتم إعادة توزيع المياه وتدويرها بشكل صحيح وبمعدات آمنة للبيئة وللزراعة وللإنسان. التقنية المتهالكة أيضا هل تزيد من خطر هدر المياه وعدم استخدامها بشكل جيد وتوفير المياه لمناطق نائية برأيك؟ لم أسمع سيدي. تحدثت عن التقنية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بعض الدول هي تقنية متهالكة أو غير صالحة للاستخدام لأنها قديمة نوعا ما، هل هذا عامل أيضا إضافي يمكن أن نضيفه لما تحدثت إليه؟ أكيد 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 أستاذ العزيز. الإمكانيات دائما تحكم الدولة في تطوير المورد المائي لديها. إذا نظرت مثلا إلى الدول التي تقدمت مؤخرا، في الدول العربية أصبح لها خطة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من خلالها يتم استخدام الإمكانيات الحديثة لنزع الملوحة من المياه واستخدام أحدث الطرق العالمية في تنقية المياه. نعم، وتحليتها. وتحليتها والرش بالرذاذ. تمام. فالإمارات تعيش في عصر البيوتكنولوجي، وهو عصر تنقية المياه بشكل آمن وبكافة الموارد الحديثة. هل يعني نحن نعد في منطقتنا من الدول الغنية في المياه؟ نعم، مواردنا المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هل هي بالفعل كافية وتهدر أم أنها شحيحة نوعا ما؟ والقارة الأفريقية منطقة الشرق الأوسط عموما أنها تواجه ندرة في المياه، ومستوى نصيب الفرد لو ضربنا سبيل المثل في مصر، نصيب الفرد في مصر وصل إلى 600 متر مكعب من 1000 متر إلى 600 متر مكعب نصيب الفرد اليومي، وهذا يدل على أن هناك نقص في الموارد المائية وجفاف، إضافة إلى أن القارة الأفريقية أصبحت هناك فيضانات منخفضة المستوى، مما يدل على أن هناك نقص شديد. أيضا القارة الأفريقية لديها أمطار غزيرة جدا، ولكن لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح، ولذلك تهدر هباء منثورا ولا يتم توزيعها على المواطنين أو الاستفادة بها. إذن لدينا موارد مائية ولكن يساء استغلالها أو لا تستغل بشكل جيد على الإطلاق، هذا مختصر أكيد. الحديث أيوة أكيد سيد العزيز. شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم مطر، الخبير البيئي والباحث في الشؤون الأفريقية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.